من مزامير ترتيل بينا داود النبي بركاته على جميعنا. المزمور 119 لإمام المغنين لداود النبي. يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب بكلام بغض أحاط بي، وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلا، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي، فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. إذا حكما فليخرجوا مذنبا، وصلاته فلتكن خطيتان، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر، ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملتان، ليتيح بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمسوا خبزا من خربهم، ليصطد المرابي كل ما له ولينهب الغرباء تعبه، لا يكن له باسط رحمة ولا يكن مترائف على يتمان، لتنقرض ذريته في الجيل القادم، ليمحى اسمهم ليذكر اسم آبائه لدى الرب، ولا تمحى خطية أمه، لتكن أمام الرب دائما، وليقرض من الأرض ذكرهم من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنصحق القلب ليومي. وأحب اللعنة فآتته، ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت كمياه في حشا وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به، وكمنطقة يتنطق بها دائما، هذه أجرة مبغضي من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك
لأن رحمتك طيبة. نجني فإني فقير ومسكين أنا. كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرادة، ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل عن سمن، وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك. أنت يا رب فعلت هذا، أما هم فيلعنون، وأما أنت فتبارك. قاموا وخزوا أما عبدك فيفرحون، ليلبس خصماي خجلان، وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي، وفي وسط كثيرين أسبحه، لأنه يقوم عن يمين المسكين، ليخلصه من القاضين على